بتمنى يكون شاف جلال مشانك مشهم مع بعض ونخلص منهم. ترميه أصلاً، مو وقت بطولتك. القصة انتهت يا مجد، انتهت. إجا الوقت اللي رح يعرفوا فيه كل العالم حقيقتك. يبدو أنت اللي لازم تهدي حالك. يوسف هلأ عم يلاحق. إيه؟ يا بتموت هون وهلأ، يا أما رح يعتقلوك إذا طلعت. ما بظن رح يصير هيك، لأنه صورتك قبل شوي، سجلت كل كلامك مع جلال، صار بين إيدي دليل رح يعلق مشنقتك. أصلاً أنت هلأ حابب تموت على ما يبدو، مو حابب ينتهي الموضوع هيك، فهم؟ معلش خلي ينتهي هيك، أنا مستعد لكل شيء. يلا بسرعة شوف شو معه شغلات بتجيها بأخذهم كلهم. يلا بسرعة يا ابني. شفت شلون تخلصنا منه؟ شفت؟ هلأ صرنا بأمان. يلا نمشي. قتلوا؟ ولك شو هالحظ؟ انت انقذته لجلال، برافو عليك، وهي مكافأته لإلك. خلانا نخسر جلال وخسر حياته هو. اهدى شوي يا كرم. كيف بدي اهدى بعد ما شفت هالمنظر؟ عمل لك اهدى كرم. موبايل أصلاً مو هون. رح ألحقه. هالحقير أكيد قدر يخدع شرطي التاني من فريقي. يا خسارة يا خسارة. آه يا جلال، آه يا جلال، انت عم تجردنا واحد واحد من انسانيتنا.
لقيت الموبايل راميه بالزبالة واخذ معه بطاقة الذاكرة وما عاد عرفت من وين راح. تمام كرم، يلا روح انت جيب الفريق على مكان الجريمة. في كاميرات مراقبة بالمنطقة؟ هلأ دورت وما لقيت. جلال بيعرف لوين يجي وشو يعمل. يلا روح. رح روح. يلعن هالحظ. روح وجمع الجثث من ورا جلال، وروح كل يوم وصل ابنه على المدرسة وحل مواضيع مرته. طبعا رح روح. الله يلعن هالعيشة.